السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طبعا كلنا عرفنا النهاردة خبر وفاة اللاعب الغاني جونيور أجوجو لاعب نادي الزمالك السابق، توفي في لندن عن عمر يناهز 40 عاما، ربنا يصبر أهله. هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طلع بتصريحات بخصوص جونيور أجوجو. كلنا عارفين إن كان فيه الفيفا موقع عقوبات على نادي الزمالك وخصم 6 نقاط وغرامة مالية والكلام ده كله، ده اللي دفعها هاني أبو ريدة والاتحاد المصري لكرة القدم، والمبالغ المالية اللي اندفعت دي كان جزء من مستحقات بعض اللاعبين ومنهم جونيور أجوجو. مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الاخير قال ممدوح عباس خرب نادي الزمالك وبقى ودفعنا كتير لاجوجو غير مجوجو، باقي اقساط بسيطه لجونيور اجوجو، يعني مبالغ ماليه. الطبيعي في الظروف الطبيعيه لاي انسان طبيعي عنده مشاعر عنده احساس بيعرف الحق بيعرف العدل بيعرف ما ياكلش حقوق الناس يقول لك توفى، يعني له فلوس عندي هياخدها، توفى ما توفاش، عنده أسرة عنده أولاد عنده الكلام ده كله، فهنتواصل وهندفع الناس الفلوس دي، يعني أو زي ما احنا ماشيين في طريقنا، واللي بيحصل الفلوس يوردها لأهل المتوفي جونيور أجوجو يعني. لكن في نادي الزمالك، يعني أقول لها حضراتكم على حاجة، كان فيه نادي فيورنتينا الإيطالي اللي لعب ليه محمد صلاح، كان في لاعب يعني كابتن فريق نادي فيورنتينا توفى، فنادي فيورنتينا بعد ما توفى جدد عقده ودفع مبالغ ماليه ليه ولاولاده، ما قالش مات خلاص وعقده انتهى والفلوس اللي خدها والكلام الفاضي ده، لا جدد عقده بعد ما مات وبدا يدفع لزوجته واولاده. ده فين؟ في ايطاليا فيورنتينا. يعني الناس ما فيش يعني عندنا الدين الاسلامي احنا كشعب متدين كل واحد ياخد حقه، ودي ديون ولازم تندفع، والواحد لا ما بيدخلش الجنه غير لما يسدد الدين اول حاجه الديون اللي عليه. هاني زاده طلع بقى عمل قال حاجه غريبه، كلنا عارفين هاني زاده وازمه هاني زاده وازاي هاني زاده على قوائم ترقب الوصول وهربان من مصر وعليه قضايا وبسبب ايه فتح حساب والتربح والتكسب وتغيير العمله ومش تغيير العمله والكلام ده كله. هاني زاده اتكلم عن اجوجو، ما قالش حتى الراجل لعب ولا ما لعبش عندنا ولا كان راجل كويس ولا كان اي حاجه، كلمه كويسه يعني اذكروا محاسن موتاكم، الناس اللي بنقول المفروض نتكلم عنها بسيره طيبه يعني. لا طلع قال لك اول حاجه فكر فيها فلوس، جونيور اجوجو اذا كان ليه فلوس عند نادي الزمالك بخ بح، ده كلام مش كلامي ده كلام هاني زاده، قال لك كده خلاص يعني اللوائح والقوانين بتاعت الفيفا المحكمه الرياضيه بتقول انه لو في اي مستحقات للاعب لا تورث لانها مستحقات شخصيه تسقط في حاله رحيل اللاعب. يعني ايه لا تورث؟ هو مش له فلوس؟ له فلوس ولا ملوش فلوس؟ وانا النهارده لو انا مدين حد بمبلغ مالي او ليا فلوس عند حد لما اموت يقول لي ماليش دعوه ولادك ما ياخدوش الفلوس، ايه الكلام الفارغ ده؟ واكد زاده انه في حاله استحقاق جونيور اي مبالغ لنادي الزمالك فانها انتهت بعد وفاته، وقال ان ملف اجوه انتهى وانه تركه عقب قرار الجدولة والتصالح، وقال لك انه لا يعلم اذا كان لاجوه اموال اخرى ام لا، ولكن اذا كان له اي اموال اخرى فانها تسقط عقب الوفاة، او ان ملفه انتهى تماما في الفيفا بوفاة اللاعب. هي دي عقلية الناس اللي بتدير نادي الزمالك، ليك فلوس ناكلها وخلاص مش مشكلة بلا عياله ولا الكلام الفاضي ده. ده بالنسبة لهاني زاده. اما بالنسبه لمنتخب مصر برضه في خبر يعني اتمنى انه يكون صحيح، مش بس خبر تعيين حسن شحاته رئيس او كابتن او مدير الفني لمنتخب مصر، يعني في كلام على ان اللجنه المؤقته استقرت على اسم المدير الفني اللي هيدرب منتخب مصر وهو كابتن حسن شحاته كابتن نادي الزمالك السابق وكابتن منتخب مصر ومدرب منتخب مصر اللي حصل مع منتخب مصر على 3 بطولات افريقيا 2006 و8 و10. كلام على ان اللجنه المؤقته استقرت على الكابتن حسن شحاته، وفي كلام على ان هيبقى المدرب العام هيكون فيه 2 حماده صدقي واحمد حسام ميلو، وهيتولى منصب المدرب المساعد محمد شوقي لاعب النادي الاهلي
السابق، وكلام برضو على ان مدرب حراس المرمى عصام الحضري. بس انا مش فاهم عصام الحضري، احنا جايبينه مكرم في منتخب، مع احترامي لعصام الحضري، ما كلاعب ما فيش تاريخ يعني، صنع تاريخ يعني، اكبر لاعب شارك في كاس العالم، ويعني تاريخ ما نقدرش نتكلم نتفق نختلف كاهلاويه على اللي عمله عصام، لكن لاعب لازم ياخد حقه. عصام الحضري اعتقد لسه ما اعتزلش الكوره، ازاي اجيب واحد لسه بيلعب كان لسه بيتدرب في الملعب اجيبه يدرب؟ هي مش المفروض في كورسات، في لحد يشتغل، حد يعرف يعني ايه تدريب، حد يعرف يعني ايه ادرب، ولا هو انا مجرد لاعب اطلع اجيب كره واديها للجون كده؟ ما اعتقدش يعني. كلام برضه على ان محمد فضل هيكون هو المشرف العام على منتخب مصر، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتوفيق لحسن شحاته واللجنه اللي مع او المساعدين اللي معاه في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ويؤدوا اداء جيد خلال الفتره المقبله. من ضمن القرارات اللي اتمنى انها تكون صحيحه وانها تتفعل بالنسبه برضه للجنه المشكله لاداره الاتحاد المصري لكره القدم، كلام كتير طلع النهارده على ان اللجنه المؤقته وعمرو الجنايني ومحمد فضل واحمد عبد الله صحر عبد الحق وجمال محمد علي كلموا وخدوا راي الفيفا على امكانيه تطبيق تقنيه الفار في مصر الموسم المقبل، بدايه من الدوري الموسم المقبل. كلام بيقول ان الفيفا ما عندهاش مانع، لكن الوقت هياخد، الموضوع هياخد وقت في التدريب، الناس اللي هتشتغل على الفار ونقل معدات الفار فالكلام بيقول ان ممكن يتم التطبيق مش في بداية الموسم مباشرة، ممكن يتم مثلا على ما يحصل الكلام ده والتدريب والكلام ده كله يحصل في شهر نوفمبر، ولو ما قدروش يعملوها في شهر نوفمبر هتبقى مثلا في مع بداية الموسم الجديد. قال لك استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تطبيق تقنية الفار بشكل رسمي في بطولة الدوري العام. وعمر الجنايني بيقول عمرو خلال الساعات الماضية مع مسؤول الفيفا من أجل تطبيق تقنية الفار، وجاء رد الاتحاد الدولي بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت والتدريبات الخاصة. اللجنة الخماسية قررت بشكل نهائي تطبيق تقنية الفار الفيديو في الدوري المصري من شهر نوفمبر، وإذا لم ينتهي التدريب سيكون في بداية الدور الثاني. كلنا عارفين طبعا مين اللي نادى بتطبيق تقنية الفار وتحقيق العدالة، طبعا النادي الأهلي في أكثر من بيان ليه، سواء في بيان في شهر 10/2018 أو بعد مباراة الإسماعيلي في تقريبا في آخر 5 أو أوائل 5 حاجة زي كده لما حصلت الأزمة، ونادى بتطبيق تكافؤ الفرص. فوعد هنا أبو ريدة إن من شهر 10/2018 هيبدأ مع بداية الدور الثاني هيبدأ تطبيق تقنية الفار، ولم يحدث جديد ولم يحدث شيء يعني. ونتمنى ان كلام اللجنه المؤقته برئاسه عمرو الجنايني ما يكونش بس مسكنات او مجرد كلام، ونيجي عند الوقت اللي تم تحديده هو شهر نوفمبر او بدايه الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، نقول معلش للاسف ما قدرناش، امكانياتنا الماديه ما سمحتش، الوقت لم يسعفنا في تطبيق تقنيه الفار، امور كتير وحجج كتيره ممكن تظهر والناس تتكلم فيها. تعالوا بقى ناخد خبر بخصوص الملعب، ملعب النادي الاهلي. بس لكن قبل ملعب النادي الاهلي، ان محمد يوسف ناخد قائمه النادي الاهلي. محمد يوسف اعلن قائمه النادي الاهلي اللي هتواجه فريق اطلع بره، وشهدت مفاجات يعني، هي مش مفاجات بنظرا لصعوبه المباراه سهله يعني، هي لكن غياب ازارو عليه علامات استفهام، وغياب علي معلول، قلت لحضراتكم قبل كده ان علي معلول لسه راجع النهارده او هيرجع النهارده من تونس بسبب زيارة عائلية ويطمن على ابنه، فكده كده علي معلول ما كانش هيشارك. رمضان صبحي طالع خارج من القايمة برضه. فالقايمة اتكونت من محمد الشناوي وعلي لطفي حراس المرمى ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي وايمن اشرف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور اجاي. يعني ضم الصفقات الجديده للنادي الاهلي بالاضافه الى دخول صلاح محسن القايمه وهيشارك المباراه بشكل اساسي يعني من بدايه المباراه، نتمنى ان احنا نشوف النادي الاهلي ويؤدي اداء جيد ولاعيبه يعني ترجع تمتعنا بالاداء المبهري اللي كنا بنشوفه من النادي الاهلي في الفترات السابقه. ده بخصوص النادي الاهلي وقايمه النادي الاهلي لمباراه اطلع بره. برضه من ضمن الحاجات اللي زي ما بقول لحضراتكم، ملعب المباراه استاد القاهره. زي ما انتم عارفين النادي الاهلي والزمالك كانوا طلبوا ان استاد القاهره هو يكون الملعب الاساسي او الرئيسي ليهم، وتوافق لهم من استاد القاهره انهم يلعبوا،
لكن بعد فتره قال لك الملعب محتاج صيانه ومش صيانه والكلام ده كله. لكن على ما يبدو ما كانتش صيانه، لان احنا عندنا بطوله افريقيا تحت 23 سنه اللي هتستضيفها مصر من 8 الى 22 نوفمبر المقبل. كشف ثروت سوينا مدير تنفيذي لاتحاد الكره ان استاد القاهره سيستضيف مباريات الاهلي، لكن هم ما كانوش عايزين يلعبوهم ليه قبل البطوله؟ لا يلعبوا اهلي زمان عشان الملعب ما يبص يعني. ثروت سويلم سيتم تجهيز استاد القاهره لاستضافه مباراه المنتخب الاولمبي خشب الغريب تحت 23 سنه، وبعدها سيستضيف مباراه فريقي الاهلي والزمالك. ده موضوع مباريات الاهلي والزمالك والاستضافه استاد القاهره لمباريات الاهلي والزمالك خلال الفتره المقبله. برضو موضوع المدير الفني للنادي الاهلي فيه كلام كتير، مانويل بوزيه ما ماتش، وفي دخول مدرب برازيلي على الخط. هنشوف مانويل بوزيه هل هيكون يعني هو رقم واحد، ولا مانويل بوزيه دخل معاهم في لجنه التخطيط وبيختاروا وبيفاضل ما بين المدرسه البرتغاليه او البرازيليه، او بيتشاور معاهم في اختيار المدير الفني الجديد. هنشوف الدنيا فيها ايه. ده بقى كلام كتير. واقول لحضراتكم عن حاجه، معظم الاسماء اللي بيتم تداولها ممكن النادي الاهلي يفاجئ الجميع ويجي اسم رابع خالص بعيد عن كل الاسماء اللي تم تداولها. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره شارك بالقناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.